هات وخد بص شوت عدي فوت لا ملعوبة حلوة موت ما تخافش على الأهلي بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة عندما تصاب الكورونا بالبشر إبراهيم أهلا بك يا باشمهندس أهلا بك أعزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم والحلقة 547 من برنامجكم ملك وكتابة إذا كان الكل يشكو من مخاوف الكورونا المهندس عدلي الفيروس خايف من البشر؟ مش خايف هناك بشر أسوأ من كورونا أسوأ من كورونا يعني أنت عمالين بتتكلم ما هو أسوأ من كورونا كثير من البرامج تسأل السؤال ده لا بعض البشر للأسف أسوأ من الكورونا وربنا يشفي الجميع لكن حلقة اليوم مهمة وهذه أبرز فقراتها مقالي وما قالوا الكورونا وشرط العشرة بعضمة لسانه فاكرين لما قالوا ده مقلب كبير الغربال الأهلي يتفوق على ملوك الكرة كما قال الفيفا مجلتنا الأهلي تحتفل بأبطال الدوري من 40 سنة الشموع الحمراء والفناجيل ده كمان مش ابن النادي أسرار الملك ميدو في الأهلي ده محتوى حلقة النهاردة المهمة لكن ماذا في مقالك معرفش ليه الكورونا ليها علاقة بمعظم فقرات الحلقة يعني في الوقت الذي انحصرت فيه موجة الكورونا وبدأت في النزول لحد ما وصلت في يوم الأيام ل 112 وكأنها كانت تصريح بالإصابة يلا يا عم توا هيصوا كورونا هي بتروح تعالوا نستدعيها أصبح كله فاقد الحذر كله بيتعامل وكأنه ما فيش وباء وابتدت تتصاعد من جديد لدرجة ان احنا شايفين دلوقتي فرق بيجي لها اصابات بالعشر والاثناشر والاربعتاشر اصابة وكانت قبلها بيوم او قبلها بيومين ما عندهاش ولا اصابة الاصابات ما جاتش في الملاعب عشان الناس اللي بتتكلم وبتقول انتوا مستنين ايه والدوري والكورونا لا الكورونا بتيجي برة وحتى الآن الملاعب بريئة من الكورونا كل الإصابات يعني الزمالك مع المصري قبله وبعده وأثناء الدنيا ماشية زي الفل وبعديها بيوم تيجي الإصابات دي كلها إذن في حاجة حصلت خلال ما بعدها بيوم ما الإجراءات التي يتخذها اتحاد الكورة بصرامة شديدة مع الأندية مع المعنيين على الأمر بيتم الالتزام به لكن اتحاد الكرة مش هيراقب تصرفات اللعيبة أستاذ إبراهيم خارج الملعب ولا الإداريين والناس خدت الكلام اللي قاله المهندس فرج عامر في الأول خالص أن أنا 50,000 جنيه غرامة على اللي يجيله كورونا الله أنت هتخش بقى في إرادة لا هو الراجل يعني أن المستهتر بيشدد اللي مش هيلتزم وهيتسبب في إصابة نفسه ما هو لازم هيحصل تحقيق بيشد. انت كنت عندي ما جالكش كورونا رحت فين عشان يجي لك كورونا لازم نخلي بالنا شوية لأن الموضوع أهم من أي حاجة تانية إن إحنا يبقى في سلوكنا كبشر ما يرضعنا وما يعلمنا وما يغير ثقافتنا طيب إذن مقالي كورونا وشرط العشرة شرط العشرة يا جماعة كلنا تابعنا زي ما المهندس عدلي أشار جهود الدولة بكل هيئاتها وجهاتها من أجل عودة النشاط ولما رجع الدوري ولما عادت الحياة الطبيعية شفنا اتحاد الكرة بيشكر كل هيئات الدولة ورئيس الجمهورية شفنا اتحاد الكرة كمان بيثني على جهود
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللي كان بنفسه حريص على حضور المباريات الأولى، يعني حضر مباراة الزمالك والمصري وحضر إلى جانب الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بالأمس ورئيس نادي إنبي مباراة الأهلي وإنبي، وكان حريص على دعم فرص العودة بشكل آمن والأمور ماشية كويس جدا. الجهود اللي دايما بتبذل في الاتجاه التأكد من سلامة اللاعبين فجرتها شوية مباراة أو فرقة الإنتاج الحربي قبل بداية الدوري وفريق النادي المصري لغاية ظهر اليوم النهاردة. المصري لعب مباراته مع الزمالك سليم معافى 100%، المساحات اللي أجريت للاعيبة المصري والجهاز الفني قبل مباراة الزمالك فل وعشرة وكله سلبي وكله تمام. أدى المباراة، المصري سليم، الزمالك سليم، الحكام الحمد لله كله سليم. بتتعمل المسحه اللي قبل الماتش الجديد اللي هو كان المفروض يكون زي دلوقتي، المصري بيلعب مع حرس الحدود، لما اتعملت المسحه هوب الحق المصري 10 12 لاعب، اربعه كمان من الجهاز الفني الكابتن طارق العشري والكابتن عبد الظاهر السقا وبقيه اللاعبين ال10 او ال12 لاعب. اذا المساله شوطه جماعيه، ايه اللي حصل؟ طب انتوا لاعبين، لو كان الكلام على الناس اللي بتتلكك ادي الدوري رجع، هو الدوري ماله؟ ما انت فرقه الزمالك سليمه وفرقه المصري سليمه، ده الاحتكاك المباشر في الملعب والحكام الحمد لله سلام. هل الدوله، هل اتحاد الكوره، هل لجنه المسابقات مسؤوله عن ناس تتجوز؟ واحد لاعب يروح يحضر عزاء، كمان فريق زي فريق المصري يستضيف في الفندق بتاعه فريق الشباب اللي ما خضعوش لاجراءات المسحه. طب ما انت عمال ترتكب اخطاء اداريه كتيره ادت الى انك انت فجاه تلاقي العدد 12 او 16 فرد مصاب. ده تقصير من مين؟ عشان تبدا تتحط النقط على الحروف. فضلت النهارده تتفاعل المشكله، مش هنلعب هنلعب مش هنلعب. اتحاد الكوره حرس الحدود طلع بيان تضامن فيه مع النادي المصري للظرف اللي هو بيمر فيه وابدى استعداده لتاجيل المباراه. قام اتحاد الكوره حسنا فعل الحقيقه، أجل المباراة بس مع التأجيل حط شرط العشرة اللي هو إيه؟ أي مباراة مش هتتأجل إلا إذا المسحة اللي الاتحاد نفسه بيجريها نتائجها أسفرت عن إصابة 10 لاعبين فيما أكتر، يا رب إن شاء الله ما تحصلش أبدا في أي فرقة، بس عشان مش فريق يكون عنده حالة أو اتنين أو خمسة أو ستة أجل المباراة. لا أعتقد ده يعني تم اقتباسه من النظام المتابع بره بالظبط. فبالتالي ده شرط العشرة حسما للأمر وعلشان الأمور فعلا توضع في نصابها السليم. نتمنى أن الكل يلتزم بالإجراءات الاحترازية، الكل ينفذ معايير السلامة علشان الأمور تمشي، لكن مش هنقعد كل ما الدوري نكتشف حالة تسمعوا بقى الولولة وصلوا الأهلي وصلوا رجعوا الدوري والأهلي ماله. نغمة الأهلي دي خلاص نتجاوزها. النهاردة الناس مستمتعة بعودة الدوري بالظبط كله، حتى اللي يعني احنا خدناهم في 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 نقطه يعني لازم نعمل جدل، لكن حقيقه الامر كل الناس مستنيه تتفرج على فرقها ونجومها. هو النجوم دي يعني بنتعاقد عليها عشان نشوف صورها ونتابع اخبارها ولا صحيح. عشان نستمتع بيها؟ صحيح. اذا عوده الكره، طب افرض ان احنا كنا لغينا الموسم القديم وبنلعب دلوقتي في الموسم الجديد مثلا، ازاي الحال مثلا؟ ايه الفرق يعني؟ المهم الدوري مستمر حاليا، بيراميدز متقدم على طنطا 2-0 ضربتين جزاء عبد الله السعيد وابراهيم عادل، وطنطا اضاع ضربه جزاء كمان، يعني المسائل ماشيه كويس. والزمالك بعد ساعه من الان تقريبا عنده مباراه مع الاتحاد السكندري وتاجلت مباراه المصري مع حرس الحدود. ده كان ابرز ما في الدوري، لكنه زي ما بقول لحضراتكم الاهلي هيبقى عنده ان شاء الله يوم الجمعه مباراته بعد ما امبارح كسب انبي وعز صدارته للمسابقه ب 52 نقطه. عندك تعليق؟ انت قلت البشر والكورونا. لا هو في يا استاذ ابراهيم، ما هي ده جزء مثلا من المشهد، البشر مسؤول عن نتيجه عدم الالتزام بالحاجات دي، لكن دي حاجات خفيفه. لكن النهارده في اخبار مزعجه جدا تطالعنا، سواء بتصريحات من بعض المسؤولين والنماذج الرياضيه او القيادات الرياضيه، وبعدين احداث نشوفها، الحادث بتاع بيت الكابتن الخطيب وما تعرض له، ده الملابسات بتاعته مخيفه. يعني هو مين الفكر الشيطاني ان يخش يعمل كده؟ لا طبعا في بشر اخطر من كورونا.
في بشر اخطر من الكورونا وفي تفاصيل كتيره مثيره وفي ناس كل واحد منهم هيتمسك من عظمه لسانه. بعظمه لسانه في كلام كتير مهم جدا، لكن فاكرين لما قالوا ده مقلب كبير قوي الاهلي شربه؟ هنشوف ايه كان المقلب الكبير قوي اللي الاهلي شربه وقتها قالوا عليه كده وازاي عانوا منه بعد كده. الدوري لما رجع الجدل حوالين التحكيم، لكن للامانه النجم الكبير احمد حسام ميدو في برنامجه اللي بيقدمه على قناه النهار كان له بعض الملاحظات على اداء حكم مباراه الزمالك، لكن كتب تويته مهمه جدا تعليقا على مباراه الزمالك والمصري. قال ميدو: الموازنات بدات في الدوري المصري من الحكام، محمد حسن لازم انذار. وقال تاني بعد الشوط الاولاني: شوط اول سيء جدا ومش عارف الفار ازاي ما قالش للحكم ان كره محمد حسن تستلزم انذار تاني. بعض التفاصيل الصغيره تظلم بعض الانديه، ولكن توقعنا بعد وجود الفار ان تنتهي هذه الاخطاء المتعمده من الحكام. الاخطاء المتعمده من الحكام. وفي تقدير ميدو زي ما هو مكتوب بشكل واضح انه الحكم تعمد ما يديش محمد حسن لاعب وسط الزمالك اللي كان عنده انذار، عنده فاول مهم جدا او خطير جدا يستحق عليه الانذار، تعمد ما يديلوش انذار عشان ما يطردهوش. اللي يغيظك بقى ده في تقدير ميدو او يدهشك يعني انك انت مضطر تكذب عينيك. الكابتن الشناوي، يعني بحب الكابتن الشناوي بشكل خاص يعني، وشاف انه من الناس الجريئه يعني، لكن هو شغال مدافع عن التحكيم بكل ظواهره الايجابيه والسلبيه. لما يقول لنا وعايز يقنعنا ان الدخله بتاعت محمد حسن ما هيش تهور بريئه، ده اهمال. شوف بقى المعيار. وهو وعلى فكره الاهمال خطا يعاقب عليه. وبعدين بص، عشان كمان هو لما داخل رجله مرفوعه فالتاني وهو بينط لفوق اتكعبل فيه. شوف التفسير اللحظي، وكان الحكم بيتفرج بنضاره سلو موشن. يقدر انما ما بيشوفش التهور والاهمال والاهمال الجسيم، ما بيكسر رجل واحد صحيح. لكن المبالغه يعني في انك تدافع، ماشي جيت في ضربه الجزاء تحتمل التفسير مين نط ومين عمل كوبري ومين، لكن الواضحه جدا اللي خلت ميدو يمتعض. خلي بالك هقول رايي اهو، ما يعجب الناس وما يعجبش الناس. انا ميدو من الناس اللي بحترمها، اتفق معاه واختلف معاه. هو لما بيبقى له راي ساعات في الزمالك كزملكاوي يقولوا ما يعني بيضطر يشوف الامور بمنظور مختلف، لكن عموما اراؤه في الكوره لما تسمعها عنده رؤيه. صحيح. طيب كابتن الشناوي وكل خبراء التحليل، انتوا رفعتوا مستوى ثقافة الناس القانونية، بقوا بيفهموا، فأرجوكوا احترموا تلاميذكم، احترموا ان انتوا فهمتوا الناس، فاللي انتوا بتقولوه دايما مش مقنع لما بتحاول تبرر، مقدرين ان انتوا عايزين ترتفعوا مستوى التحكيم وتساندوا الحكام، ده توجه هايل، لكن مش على حساب القانون. لأنه لما هنيجي للقانون غلط. هنيجي يعني للقانون بالغلط. هنيجي للقانون والتفرقة بين النادي والنادي. أيوة. لا ده أحمد حسام ميدو بنفسه في قناة النهار سجل رأيه على اختلال المعايير. أقول لك حاجة كابتن دكتور مدحت، وحاجة أنا تجربة عشتها شخصية، وأنا بدرب الزمالك تمام، وفي وقت من الأوقات سمعتها بودني ومدربين الأهلي ومدير الكرة في الأهلي قدامي، كنت بقول كلام للحكم يعني ايه، مش عايز اقول لك ايه، عايش في السجن تمام، يعمل نفسه ايه، مش واخد بالي، وانا ماسك وادي دجله عيني مثلا ولا المقصه ولا بتاع، اقسم بالله دكتور اقول بس والله العظيم ماتشات في المدرج، والله مره قلت الحكم البنا تمام، قلت له مره يا كابتن حرام عليك اللي انت بتعمله، انا عملت لك ايه، راح مديني الاحمر، اقسم بالله انه قرب مني راح مكزعلي وراح مديني الاحمر. قلت له تقدر تعمل معايا كده وانا بدرب الزمالك، راح ملفف ظهره وراح بس هو يبقى انا قلت حاجه غلط. لا لا, لا انا بقول لك حقيقه، كلام اتحاسب عليه قدام ربنا. لا ده انت بتقول لا كلام بيجيلك انت شخصيا ومع ذلك بتقول. لا ده انا حسيت بالقهر يعني، طبعا انا من كتر ما انا
اصل خلي بالك انا المشكله عارف ايه يا دكتور؟ ان انا وانا عندي 30 سنه دربت الزمالك فلما باخد لقيت بعمل كده مش هتبقى بتاع فابتديت اتشجع على القصه وابتديت مش هتبقى فلما جيت بعد كده عيني دربت المقصه ووادي دجله وبتاع فاهم انت افتريت في الظهر فاهم هو افترى فاهم ان الارقام خايفه منه هو مش من النادي انا في الاستوديو انا في الاستوديو حبيبي طيب شفنا كلام الكابتن احمد حسام ميدو بمنتهى الوضوح وفي وجود الدكتور مدحت العدل وكان معاهم الكابتن ضياء السيد وقال له يعني وانا بدرب المقصه قلت للحكم كلمه راح مطلع لي كارت احمر قال له كنت تقدر تعمل معايا كده لو انا بدرب الزمالك وقال انا وانا بدرب الزمالك ياما كنت بدوس في الحكام واتكلم براحتي محدش بيعمل لي اي حاجه دي معايير مختله ده الاختلاف ده اللي بيتكلموا على ان التحكيم بيجامل الاهلي وبيظلم الزمالك لا عايزينه لا يجامل الاهلي ولا يظلم الزمالك عايزين الكل يشتغل بالحق والعدل والقانون بين كل الانديه لكن كمان على سبيل الاحترام لانه حتى ميدو هو بيقول كده يا باشمهندس هو بيحترم ناديه لكنه بيتكلم بلسان الحق في موقف واحد من النجوم الاهلاويه الكبار اللي اسعدنا كلامهم بالحق واللي علشان نبقى فاهمين بعظمه لسانه واحنا ما بنمسكش الكل حد على الغلطه لا في التوجه الايجابي الناس لما بتتكلم كلام ايجابي صح بنشوف ان كلامها قدوه لغيرها بالذات في هذا التوقيت كلام الكابتن ربيع ياسين مع ابنه الزميل عمر ربيع ياسين كان مهم حضرتك معتزل من 93 لحد 2020 عمرك ما مسكت منصب في النادي الاهلي ولا عمرك غلطت في حد ولا صفيت حساباتك مع مجلس اداره ولا طلعت انتقدت منظوم ليه يا كابتن ربيع؟ لا ما اقدرش الشغل ده بتاع ربنا وانا بشتغل ومطلوب الحمد لله انت بتحب ليه ما طلعتش انتقدت النادي الاهلي طالما حضرتك مش شغال في النادي الاهلي لا يمكن ولا عمري وفي خلي بالك الناس ممكن تقول لي انك انت قليل الظهور في القنوات اي قناه بتهاجم النادي انا بعيد عنها ولا يمكن اروح يا عمر خلي بالك ليه؟ لا ده الكيان الكبير ده الكيان اللي بنحترمه ونحبه بفضل الله ربنا ثم الكيان انت قعدتي كلها فينا انا في النادي الاهلي انت عاوز يعني اخد موقف من كابتن محمود خط كابتني واخويا وحبيبي وصديقي من محمود طاهر صديقي من الكابتن حسن حمدي اصدقاء وعيله واحده ولا خلاص هم ليهم وجهه نظر معانا لازم تحترمها النادي الاهلي فوق جميع فوق اعضائه فوق لاعبيه فوق اجياله عمر فاللي اقصده كلهم حبايبي وانا رحت النهارده قلت كابتن شاه هيشغلني ويوجدني انما لا يمكن بالعكس انا لازم اتعاون مع الناس وبصرف النظر مش لازم موجود خلي بالك انا اكتر لعيب بيقعد في النادي الاهلي من في كل الاجيال قعدتي والعب كوره واتبسط واروح الفريق الاول واتفرج على التمرين الاول واشجعهم واسلم عليهم انما اللي اقصده يا عمر مش شرط ده الكيان اللي اتربينا فيه ده كيان الكبير ده يعني انا دايما بتكلم واقول ان الماستر وصالح سليم قيمه كبيره جدا ما هو كابتن صالح سليم اللي بطلني كوره عمري اقطع لا يمكن ده كابتني ورئيس النادي الاهلي وكان شايف الصح وشايف اللي احترم وجهه نظره وهو وجهه نظره اللي تمشي على الجميع واقعد العب امشي امرن ده النادي الاهلي الكيان لا يمكن واحترم كل الناس كل الرؤساء اللي جم على اعلى مستوى كل الادارات كل الاجيال اللي جت على اعلى مستوى جمهور الاهلي شوف يا استاذ ابراهيم ده نموذج آخر من الكلام اللي انت بتجيبه على لسان بعض النجوم الكبار المرة دي الدرس بيقول ايه؟ بيقول لما تكون انت لعيب كبير في نادي وناس كتير واخدك قدوة خلي بالك من تصرفاتك احيانا التصرف مش الكلام اللي انت بتقوله احيانا انت زي ما كابتن ربيع قالك انا ما روحش في قناة بتسيء للأهلي لان ده بيعتبر ضمنا موافقة على موقف القناة من النادي بالظبط طيب هل الكابتن ربيع في كل الأحوال كان سعيد وهو في النادي الأهلي في أحيانا ما كانش سعيد أكترها أنه مثلا كان ممكن يفتكر لحظة أنه هو بطل يعني بطريقة ومن اللعيبة اللي ما اشتغلتش خالص حتى في النادي بس هو ربنا كان كرمه منتخبات طول عمره إنما هي الفكرة مش كده الفكرة أنك أنت تاخد من هؤلاء النجوم الكبار كيف تكون العلاقة السوية بين اللاعب وناديه له مطلوب يطلع ينافق النادي ولا مطلوب يهاجم النادي المنافس ها ما حصلتش انا ما شفتش نجم من نجوم الاهلي طلع قال انا بكره كذا او بعمل كذا او ويقعد يزايد في العدائيه واظهار العدائيه ضد النادي المنافس من نجوم الاهلي فاحنا عايزين نكتر من أيوه. النماذج دي ايوه استاذ ابراهيم وعايزين نكتر ايضا من النماذج اللي في صفوف المنافس اللي بتعترف بالحق
تعترف بالحق وتعترف بالفضل والدور، لأنه كمان الفترة اللي فاتت منسوب الأصالة قل بجد والله، منسوب الأصالة في الوسط الرياضي قل قوي، قلة الأصل زادت، قلة الأصل انتشرت. ده موال ده ولا حاجة؟ أه والله بجد الأصالة قل أه والله قلة الأصل كترت قوي، ناس كتيرة أنديتها ليها فضل عليها وليها دور كبير جدا في حياتها، ولو وفيهم ناس كتيرة أنا مندهش لولا فضل النادي عليها كان زمانه راكب ميكروباص، مستواه التعليمي والأخلاقي والثقافي ما يجيبش أعلى من كده، لكن النادي خلاه ما شاء الله نجم كبير جدا بشكل عام، يعني بشكل عام يعني كان ممكن ما يلاقيش وظيفة كويسة تليق بيه، كل المهن ليها كل الاحترام والتقدير، لكن دور النادي أي نادي أو دور أي هيئة مع إنسان لازم أن يحفظ يا جماعة، أنتوا بتقدموا قدوة للكل، فلما ما تحفظش الجميل والفضل للكيان اللي كان ليه دور عليك يبقى اسمح لي انت برضو في خانة بالنسبة للأصالة قليلة شوية. كابتن أحمد سمير فرج ناشئ في النادي الأهلي فترات طويلة جدا، سافر احترف في فرنسا، رجع راح النادي الإسماعيلي، راح نادي الزمالك، انتقل لأكثر من نادي، لكن كان رائع جدا أنه يحتفظ بفضل للنادي الأهلي عليه وهو ناشئ، وبعد ما مشي يفضل فاكره لغاية دلوقتي، وحكاه للكابتن أحمد شوبير. كان عندي أزمة مالية وللامانه برضو الحاجات اللي ما انساهاش جدا النادي الاهلي برضو في الحاجات الانسانيه، وقلت كابتن محمود صالح انا والدي فيه دروب في الشغل بتاعه وانا يعني لازم احس كده، عندي 15 سنه بس كنت الحمد لله بلعب بقى ايه حضرتك فاكر كنت بلعب مع منتخب 18 او 17، فقال لي لا احمد ركز في كوره، وانت عارف النادي الاهلي طبعا ما فيش حاجه اسمها بقى خد من تحت الترابيزه والكلام ده، فقال لي لا احنا هنكلم مدير النادي كان ساعتها استاذ محرم الراغب، نعم ومش هنسى اليوم ده والله كابتن شوبير. كلمني كابتن محمود صالح في التليفون، ما كانش معايا موبايل بقى ساعتها طبعا، على التليفون الارضي وكده، كلم والدي قال له تعالى قابلني في التحرير، ما عندناش عربيه، قابلني في التحرير، نزلت انا ووالدي كابتن محمود صالح، شوف القامه الكبيره خدنا بعربيته مستنينا، ايه اللي يجبر مدرب انه يستناني على خدني، رحنا النادي الاهلي للكابتن الاستاذ محرم الراغب، نعم ومن ساعتها قلت له بقى يعني كنت على السلفه لقيتهم جهز لي 5000 جنيه وكانوا مش هنسى طبعا انا ساعتها قعدت اعيط من الفرحه قلت له عايز موبايل بقى بابا فالاستاذ محرم الراغب قال لي احنا كابتن محمود صالح بيتكلم عليك كلام كبير جدا وان انت ان شاء الله تكون مستقبل النادي الاهلي، فال 5000 جنيه دول يا ابو حميد دول بلا رجعه مش سلفه، فالموضوع بقى بالنسبه لي بقى والدي بقى راجع يعني يعني بصراحه فدي من المواقف اللي ما انساهاش لكابتن محمود صالح ولا للاستاذ محرم الراغب ولا النادي الاهلي، يعني النادي الاهلي ممكن ما عنده لا يقل عن 60000 لعيب في الناشئين. الموقف ده يعني هو شايفه موقف هزه وكبير جدا، لكن احد المواقف التقليديه جدا جوه النادي الاهلي واللي ما فيهاش نوع من المن، يعني النادي الاهلي يعني يعتقد ان ده دوره وقال له دي مش سلفه ده مبلغ لا يرد، لان احنا تحرينا وعرفنا انك انت ظرفك ده سليم ودي حاجه ما نقدرش تقصر فيها المبلغ اهو. لو عايز احكي لك من القصص دي كتير بس النهارده ده مش موضوعها. طيب انما الحقيقه يا استاذ ابراهيم في نماذج انا بسمعها، وعندما قال الفيلسوف الكبير تحدث حتى اراك ارسطو انا سمعت دكتور احمد فوزي الجون، ايه الجمال ده؟ ايه النموذج ده؟ احمد فوزي هايل، ايه الثقافه دي؟ الصبح اتفرجت عليه في 10 صباحا في الاهلي يعني الحقيقه ثقافه وحماس واحترام هي ولغة. دي الكوادر اللي تطمن على الاهلي معاه. كابتن شهاب ايضا شهاب الدين احمد سمعته امبارح اظن كان مع الكابتن اعتقد سيف برضو الولد رغم انه هو بيضغط عليه وعايزه يعني يشتكي من حاجه لكن الفاظه منتقاه وعائل ورزين ومعتد بناديه وفرحان بالفطره اللي لعبها ويعني وكان يتمنى ان يستمر بدون غضاضه بيتكلم نماذج محترمه، كل دي نماذج عارف انت يتقال ايه؟ تمر فيها التربيه. نماذج تمر فيها التربيه، وزي ما قلت لكم احنا يسعدنا جدا ان كل واحد اتربى في مكان يفضل دايما وابدا ممتن بدور هذا المكان عليه وهذا الكيان عليه، الاهلي والزمالك والاسماعيلي وكل الانديه، لكن على ذكر الاسماعيلي لقينا الكابتن اسامه خليل واحد من نجوم الاسماعيلي في العصر الذهبي في نهايه الستينات والسبعينات لغايه بدايه الثمانينات، يمكن وسافر احترف في امريكا. كابتن اسامه خليل سئل سؤال فني
بعد كل السنين دي تقريبا الراجل مبطل كوره بقاله 40 50 سنه، بس لما سئل عن حاجه خلانا لازم نراجع معاه. من هو اصعب مدافع لعبت ضده في مسيرتك؟ ده سؤال جميل قوي. طبعا. الله يرحمه، الله يرحمه، ابراهيم يوسف. طبعا ابراهيم يوسف تايمينج، التوقيت. مصطفى يونس لعيب رائع، لكن من سهل ان اتعامل معه. حسن حمدي في الوقت ده كنت احب افرح قوي قوي انه هيلعب في النادي الاهلي علشان هو الستوبر. لان كان اداؤه ضعيف بالنسبه للمقارنه بالنسبه للعيبه في الوقت ده. يا كابتن حمدي لا 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 اداء ضعيف جوه الملعب وزير الدفاع. لا لا ده كلام يعني. بص يا كريم، المسميات بتاعه الاعلام الانتمائي غير، والواقع جوه الملعب غير تاني. هو لعيب يعني احترم قدراته طبعاً. لكن فنيا انا كمهاجم فنيا لا طبعا ضعيف داخل الملعب، بمعنى ان انا احب العب عليه كمهاجم. تمام. لان اعرف ازاي اتصرف وازاي هو مهامه توجيهي. طيب الكلام الواضح جدا للكابتن اسامه خليل. اولا الكابتن حسن حمده يا باشمهندس لا يضيف له ان احنا نقول دلوقتي انه كان لعيب جامد جدا او كان لعيب قليل جدا. هو انا بس عايز اسالك سؤال. اعتقد عندك اجابته. اتفضل. الكابتن اسامه خليل كان بيلعب ايه؟ جناح على طرف. طرف. المنطقي لما تيجي تقول مين المدافع اللي تعمل حسابه خصوصا في الدور القديمه، اتكلم على مدافع على الاطراف الباك الطرف. لكن هو ركز على النموذج بتاع قلب الدفاع. اتنين، هو الكابتن اسامه خليل مشي سنه 80 صح؟ طيب هو لعب على الكابتن، اولا ازاي لعب على الكابتن ابراهيم يوسف اللي انا بتفق معاه انه واحد من اعظم من لعبه في هذا المكان، ولو سالتني هقول لك ابراهيم يوسف واخد بالك رحمه الله عليه. لكن ايه علاقته بقلوب الدفاع؟ نمره ثلاثة، هو لعب قدام النادي الاهلي كم مره واستغل التفوق الفني بتاعه على الكابتن حسن. نحاسب الكابتن اسامه من باب احترام عقليات الناس، وعلشان كل واحد يكذب كذبة يتمسك من عظمة لسانه بالأرقام. كابتن أسامة خليل نجم النادي الإسماعيلي، كابتن حسن اعتزل الكرة في أكتوبر 77، لغاية لما اعتزل الكابتن حسن كان الإسماعيلي ومعاه كابتن أسامة خليل لعب ضد الأهلي، وفي كابتن حسن حمدي الباك اللي الكابتن أسامة كان بيستغل وجوده، سبع مباريات الاهلي بيقود دفاعه كابتن حسن حمدي، والاسماعيلي بيقود هجومه كابتن اسامه خليل، اللي فهم الناس ان هو استغل ده ياما، وانه دي القاب بتاعت وزير الدفاع ده الاعلام الانتمائي. طيب يا غزال يا كابتن اسامه، عملت ايه في السبع ماتشات؟ واضح ان الاهلي اتقطع جامد لانه كابتن اسامه كان مستغل هذا الضعف. النادي الاهلي في السبع ماتشات يا باشمهندس كسب خمس مباريات. عندك تواريخهم؟ كسب خمس مباريات هقولهم لك بالتحديد. الاسماعيلي كسب مباراه واحده وتعادلوا مره واحده. الماتش الوحيد اللي الاسماعيلي كسبه يا كابتن اسامه ما انتش اللي جبت الجول، جاب الجول امين دابو في المباراه الشهيره بتاعت اللي دابو. يعني اسامه خليل ما شمش هدف في الاهلي واحد جاب في وجود الكابتن حسن حمدي. جاب كم جول؟ جاب جول واحد في النادي الاهلي بعد اعتزال الكابتن حسن. يعني الكابتن حسن اعتزل اكتوبر 77، اسامه خليل جاب جون في ثابت البطل في 17 فبراير 78 بعد اعتزال الكابتن حسن بسنه كامله. لكن حساب اسامه خليل مع الاهلي او الكابتن اسامه مع النادي الاهلي في السبع مباريات، لو كان ممكن اوريها لكم على الشاشه، بدات من 72 73 في استاد القاهره، الاهلي كسب 1-0 جابه محمود عبد الحي، بعديها الاهلي كسب 2-0 محسن صالح ومحمود الخطيب، بعديها عاطف السمري والاهلي والاسماعيلي تعادلوا 1-1، دي المباراه الوحيده اللي تعادلوا. الخطيب بعد كده 1-0، جمال عبد الحميد هدف اعتباري، محمد عامر ومصطفى عبده. بقول لكم سبع مباريات اولهم كان يا كابتن اسامه في 17 نوفمبر 72، سبع مباريات وانت مع الاسماعيلي ضد الاهلي، هدف اعتباري يعني شات كره خبطت في حد، واخرها 6 يونيو 1980. ده حساب الكابتن اسامه خليل مع النادي الاهلي. لكن تفتكروا ما جبتش ولا جون في النادي الاهلي في وجود الكابتن حسن،
ده كان يسمح لك تقول اللي انت قلته واعلام انتمائي. لو كان في وقت كنا ممكن نجيب لكم اراء الكابتن اسامه خليل في الكابتن حسن حمدي والاهرام والاعلانات والكلام الفارغ اياه، عشان تعرفوا ان الراي الفني دخل على الراي الاداري والامور دخلت في بعضيها. يعني انت تفسيرك ان ده موقف شخصي؟ طبعا موقف شخصي، موقف شخصي. احنا ضد انه ده يتدخل فيه الامر الفني في قيم فنيه اعتزلت. كابتن اسامه اعتزل وكابتن حسن اعتزل وكل واحد قدم دوره في الملاعب في فترته، لكن مش صح ابدا يعني نكذب على الاجيال الجديده بالطريقه دي. ما من شك ان كابتن اسامه في فترته كان واحد بيقدم نموذج من احسن النماذج، سريع جدا قوي جدا، بس كان على الطرف. انا ما اظنش كان له احتكاك كبير بالكابتن بقلوب الدفاع تحديدا يعني. وهو لما بعد كده راح مشوار امريكا، لما رجع حتى ما رجعش على النادي الاسماعيلي، رجع على النادي المصري. المصري. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل ناس كتيره كمان هتتمسك من عظمه لسانها. اهلا بحضراتكم من جديد، مستمرين معاكم وبعظمه لسانه. بعظمه لسانه زي ما احنا شفنا كابتن اسامه خليل والكلمه اللي اتقالت وازاي الامور كانت حقيقتها ماشيه ازاي. كمان على ذكر الاهلي والاسماعيلي ونجوم الاسماعيلي، لان دي القضيه المثاره دايما بين الجماهير. كابتن بشير عبد الصمد واحد من نجوم الاسماعيلي في التسعينات، كان ساهم مع الاسماعيلي في الفوز ببطوله الدوري، له راي شايفين انه غريب جدا، نسمعه ونشوف الرد عليه بالحقائق. لما جيل 2000 فاز على الاهلي 4 في البطوله العربيه، نعم جوه في المقصوره، في المقصوره اعلنوا تماما ان عمر الجيل ده ما هيكمل، لازم هناخده يعني عيني عينك. مين اللي اعلن ده يا كابتن؟ يعني ناس مسؤولين من جوه نادي الاهلي وصل لنا ان عمرهم ما هيقبلوا تاني بان بتكرار الهزيمه دي، لو الجيل استمر هيكرروها. كابتن تتكلم على واقع حصل بتقول في المقصوره؟ في المقصوره اعلنوا عيني عينك، انا كنت موجود في الماتش. يعني مش هنقبل بان الفرقه دي تستمر. ده مين اللي قال الكلام ده يا كابتن؟ ناس مسؤوله جوه في مجلس الاداره، وهم بيتكلموا لما شافوا النتيجه، انا كنت قاعد وهم قاعدين اعلنوا كده، عمر الفرقه دي ما تستمر، لازم هناخد منها. يعني الكلام ده كابتن ما تزعلش منه يا كابتن، واحد بس بيسمعك دلوقتي، الكلام ده اتقال في قلب استاد اسماعيليه في مقصوره الاسماعيليه وهم قاعدين وقدام حضراتكم؟ وهم قاعدين عادي، ما هو يبقى مجلس اداره ومجلس اداره عادي وهم قاعدين اعلنوا كده لبعض. مستحيل فرقه الاسماعيلي ديت لازم ناخد اللعبه المتميزه، مستحيل هنقبل بتكرار الهزيمه دي فعلا. عينه في قناه الزمالك ومستحيل ده هيحصل، ويقول لك قال لك سمعتوهم بيقول لك هندمر الفرقه دي، قال لك عشان ده ما يتكررش. ده سنه كام؟ حدد التاريخ. 2003 2003 دي مباراه البطوله العربيه. ومسؤولين مجلس اداره النادي الاهلي قاعدين في النادي الاسماعيلي وقالوا لا علشان ده ما يحصلش تاني لازم ندمر الفرقه دي وناخدها كلها. شفتوا الكلام اللي بنصدره للجماهير؟ الكلام ده كابتن النادي الاسماعيلي او واحد من نجوم الاسماعيلي على قناه نادي الزمالك ويتم التركيز عليها. وسمعته قال كده يقول له قالوا كده المسؤولين، وكانه المسؤولين مثلا في النادي الاهلي لو قاعدين في استاد الاسماعيليه هيقولوا الكلام ده، هندمر الاسماعيلي هندمر الاسماعيلي، ويقولوها في قلب استاد الاسماعيليه. وكل ده نصدره للجماهير وبعد كده نتكلم بقى على الشغب والتوتر. انا بس اللي محيرني يا استاذ ابراهيم، ايه الحرص الشديد ده؟ كل ما الدنيا الحقيقه تبان والامور تبتدي تتلم في هذا الخلاف الوهمي اللي بيصنعه امثال هؤلاء، ها ايه الحرص ان احنا نطلع نزكي هذا الكلام اللي ملوش اي اساس من الصحه ولا المنطق حتى يقبله؟ وهو لما انا اقول للواحد او اي حد في الاهلي يقول للمسؤول في الاسماعيلي هذا الكلام، ما هيقوليش امشي اطلع بره مثلا؟ ايه اللي هيخليه يقبل مني هذا الكلام في استاد الاسماعيليه؟ وازاي سمعتوه وقبلتوه وسكتوا؟ يعني وانت مين كنت قاعد يعني؟ ازاي انت يعني القصه يعني غير قابله للتصديق. وبعدين هو ايه اللي حصل بعد 2003؟ هقول لك اللي حصل بعد 2003، بس اللي حصل قبل 2003 عشان خلينا نبقى فاكرين، ده مهم جدا قبل 2003، خلينا نبقى فاكرين ان دي كوره يا جماعه. الاسماعيلي يكسب الاهلي في الاسماعيليه 4-0 في البطوله العربيه في 2003، المباراه كانت 11 نوفمبر 2003. الاسماعيلي كسب الاهلي 4-0، بس ما هو في نفس الملعب قبلها بخمس ست سنين في نفس الملعب، وبدون ما الاهلي ياخد اي لاعب من الاسماعيلي، الاهلي فاز على الاسماعيلي 6-0.
6-0 في نفس الملعب ومن غير ما الاهلي ياخد اي لاعب من الاسماعيلي، ودي كانت بالظبط 15 فبراير 97 و 18 يونيو 94 الاهلي فاز على الاسماعيلي 4-3 المباراه الفاصله. يعني النتائج الكبيره موجوده، الاهلي كسب الاسماعيلي اكتر من مره بارقام كبيره، زي ما الاسماعيلي كسب هذه المباراه اللي لافندي يقول لك قال لك لازم ندمر الفرقه دي ولازم ناخدهم كلهم. المهندس عدلي سال سؤال، طب هو ايه اللي حصل بعد 2003؟ مين الاهلي خده من الاسماعيلي؟ ده اللي الزمالك اخذ على طول رضا سيكا مباشره، وخد اسلام الشاطر مباشره، مش الاهلي اللي خد، ده اللي الزمالك اللي خد. وبعد كده الاسماعيلي باع بركات للاتحاد الاهلي جده السعودي، باع عماد النحاس للنصر السعودي، باع عمرو فهيم لانبي، تراوري راح فرنسا، معتصم سالم راح سموحه، بسيوني راح حرس الحدود. انبي خد 2 لعيبه اعتقد، حد تاني مدافع مع عمرو فهيم اسمه حاجه يحيى، كان مدافع قوي جدا يعني. ايه اللي الاهلي عمله علشان يدمر الفرقه دي لو الافندي ده صادق، ولو اللي سمعوا كلام اللي عمال يحرض ويزيد النار اشتعالا بين الاهلي والاسماعيلي؟ ايه اللي حصل؟ ده الزمالك اللي خد مش الاهلي. وعشان افكركم ابراهيم يحيى. عشان افكركم، الاهلي كل اللعيبه اللي خدها الاسماعيلي باعها بفلوس لانديه تانية. تقول لي كوبري، هاجي لك للكوبري وهاجي لك للقنطره وهاجي لك لكل حته انت عايزها، لكن النادي الاهلي لما لعب زي محمد بركات، محمد بركات افضل لاعب في افريقيا باختيار البي بي سي لما جه النادي الاهلي. ده اللي هم بيعتبروا الاهلي دمر الاسماعيلي لما خده. اسماعيلي باعه لاهلي جده، اهلي جده باعه للعرب القطري، والاهلي كان الايد الثالثه. هو خد اللقب ده مع اهلي جده، احسن محترف في اهلي جده. لا، ولما جه النادي الاهلي ده خد بعد كده البي بي سي، خد احسن لاعب. ده بعد كانوا بيشككوا قبليها. ده مش شككوا بس، الزمالك لما فاوضوا الاهلي فاوضوا. انتوا متخيلين لما الاهلي ضم بركات نادي الزمالك كان رايه ايه؟ قال لك مقلب كبير وشربوه. تخيلوا اهو، ادي الدكتور عبد الله جورج اللي كان مسؤول التفاوض بتاع نادي الزمالك بعد ما الاهلي ضم بركات. بركات مصاب بمرض خطير والاهلي شرب مقلب كبير. يوما ما قريبا سنحكي قصة انتقال بركات بتواريخها بحذافيرها بالكلام اللي اتقال. بركات لم يكن في حسابات اي نادي مصري ساعة ما النادي الاهلي اصر على متابعته، سواء في جدة سواء في قطر، ثم عودته الى مصر عن طريق النادي الاهلي. الاهلي دمر الاسماعيلي وحلفوا وقالوا وهما في الاسماعيلية. طب هو اصلا من بعد كده او قبل كده حتى الاهلي خد من الاسماعيلي كام لاعب؟ عشان نتحاسب بقى بين الاطراف الثلاثة، خلينا نقول الاسماعيلي والاهلي والزمالك الاطراف الثلاثة، ونشوف مين اللي خد اكتر ومين اللي استفاد، وليه الاهلي دايما وابدا محطوط في المنطقة دي. الاسماعيلي تاريخيا خد من النادي الاهلي 27 لاعب. احفظوا الرقم، 27 لاعب خدهم الاسماعيلي من النادي الاهلي من بداية السبعينات، يمكن من بداية السبعينات والثمانينات، وكلهم او معظمهم فيهم ناس لعيبة دوليين من الثمانينات، اخرهم كريم بامبو. بس لما تقول لي ومن اولهم الكابتن محمود جابر واسامه عباس ومحمد حشيش وكابتن احمد سامي واحمد سامي واحمد سراج وسامي قمصان ومحمد شرف ومجد طلبه وروبرت اكوري وهاني سعيد وابراهيم سعيد وشادي محمد ومحمد فضل ومحمد فيليكس واحمد سمير فرج ورامي عادل عبد الهادي ومحمد جوده وعصام الحضري وماندو واحمد صلاح حسني واحمد ابو مسلم واحمد صديق واحمد العش ومحمود شيك وعفروت وامير سعيود وعبد الحميد سامي وسامي عباس وكريم بامبو. بتكلم في 27 لاعب. طبعا حد هيقول لي ما هو مجدي طلبه ده مش ابن الاهلي. طب ما هو اسلام الشاطر، ما هو الاسماعيلي جابه من الاولمبي. يقول لك لا، طب ما انت عصام الحضري الاسماعيلي جابه من سيون السويسري. طب ما هو الاهلي جاب احمد فتحي من شيفل وجاب بركات من العرب القطري وجاب اسلام الشاطر من اتحاد جده ومن الزمالك وجاب عماد النحاس من النصر السعودي. يعني هو نفس المنطق ونفس المعيار. كابتن احمد حسن جبناه من بلجيكا. خد بقى
من اللاعيبه الدوليين اللي الاسماعيلي خدهم من اللي سبق ليهم لعب الحضري للاهلي الحضري، شادي محمد كلهم دوليين، عبد الله السعيد جودة، هاني سعيد، محمد جوده، احمد صديق، احمد صلاح حسني، احمد صلاح حسني، ابراهيم سعيد، يعني حتى فيهم كتير من ابناء مدرسه محمد جوده، ابناء مدرسه الكوره في الاهلي، بس ما حدش بيفتكرهم. طيب الاهلي الاسماعيلي خد من الاهلي 27، الاهلي خد من الاسماعيلي كام؟ وشوفوا الزمالك خد كام؟ من اول ما الاهلي خد محمد خالد بيبو انتقال حر لغايه محمود متولي اخر لاعب جه للنادي الاهلي، 17 لاعب من الاسماعيلي لعبوا بالفانيلا الحمراء. احنا بنتكلم 27 لاعب من الاهلي راحوا للاسماعيلي. دول خلال كام سنه يا استاذ ابراهيم؟ الثمانينات والتسعينات والالفين. 21 سنه. طيب الاسماعيلي خد من الاهلي خد من الاسماعيلي 17 لاعب. ابتداء من قلت لكم من خالد بيبو صفقه انتقال حر، بركات من العرب القطري، الشاطر من الاتحاد السعودي والزمالك، النحاس من النصر السعودي، عبد الله السعيد شراء مباشر، شريف عبد الفضيل شراء مباشر بالاضافه لاحمد صديق، سيد معوض من ترابزونسبور التركي، احمد حسن من اندرلخت البلجيكي، بعد 12 سنه خدمه في تركيا وبلجيكا جه النادي الاهلي وحاسبينه انه الاهلي خدمه الاسماعيلي، احمد فتحي من شيفيلد يونايتد الانجليزي، احمد خيري انتقال حر، جون انطوي من الشباب السعودي، عمرو السليه من الشعب الاماراتي، مسعد عوض انضم كناشئ، محمد عبد الله بمقابل مالي زائد اعاره شيكو، احمد حجازي صفقه انتقال حر، مروان محسن بمقابل مالي هو ومحمود متولي. الاسماعيلي ادى النادي الاهلي 17 لاعب. طب لا الزمالك لا الطرف الثاني 17 لاعب ده ثلاث ارباع ثلثينهم من الخارج. اوكي يعني ما هو بنفس يوم المعيار ما لعبوا الاسماعيلي. أيوة. يوم زي نفس المعيار اللي طبقناه في الاهلي، سبق لهم اللعب للاسماعيلي زي سبق له اللعب للاهلي بنفس المعيار. الزمالك بقى اللي حريص قوي قوي على توسيع الهوه ديت، وخلينا نبقى صراحه بشكل مباشر كل الاسئله وكل الاطروحات احداث مزيد من الانشقاق بين الاهلي والاسماعيلي، ودي الخطوره. زي ما انت هو انت ليه فاكر ان ال 17 اكبر من 27؟ يعني في حسابات مين؟ ال 17 بتاعه الاهلي يقابلها كام في الزمالك بقى؟ الزمالك خد كام لاعب من الاسماعيلي عشان جاي يضرب الفتيل ده؟ الاسماعيلي ادى الزمالك 19 لاعب. تخيل الاهلي خد 17 الزمالك خد 19، بس الناس اللي في عرفها ال 17 اكبر من 19. اهي دي بقى استاذ ابراهيم، اهي دي اللي 17 اكبر من 19. عارف المشكله فين؟ المشكله ان الاهلي جاب بطولات. ايوه، فلما جاب بطولات النتيجه الاهلي جاب بطولات. طب هيقولوا له برافو؟ لا، هيقولوا له عشان لعيبتنا. طب اللعيبه دي كانت عندك، واخد بالك؟ فانت ما قلتش ساعتها انا ليه ما خدتش بطولات؟ طيب الاسماعيلي ساب اللعيبه دي اتنقلت مره واتنين وبعدين جت معظمها للنادي الاهلي. واللي قلنا بشكل مباشر اسماعيلي قبض في صفقات فلوس ولعيبه. صفقات منها فلوس ولعيبه. وفي لعيبه زي الكابتن جوده سافر تركيا وكان مفروض شرط في عقده يرجع عليا. الاسماعيلي لما خده الاهلي ما رضاش يصعد. وقعد الحضري. والحضري كان لسه الاهلي ما سواش موقفه وخد ده انا مش فاكر هو اتوقف هو في الزمالك ولا في الاسماعيلي. قرار الايقاف جه وهو يا في الزمالك يا في الاسماعيلي. يعني جاي كان عنده مشكله. فاذا المساله بتحصل وبتحصل برايا اكتر ما بتحصل مني. لكن لو الاهلي ما كانش كسب بطولات ما كانش حد عليك عدى. ايوه هي دي. لا، كان ابتديت تسمع نغمه ثانيه، مقلب وشربوه. ما هو هتفكروا يا شوارب تاني بمقلب وشربوه. بركات لما الاهلي ضمه قال لك مقلب كبير ومصاب والاهلي شربه. انتوا شايفين الموقف كان عامل ازاي؟ اللي دلوقتي الاهلي بيخرب الاسماعيلي عشان خطف منه بركات. الزمالك سجل اسم احمد فتحي في قائمته، استاذ ممدوح عباس ساعتها حجز له مكان في القائمه عشان جايبه، لولا ان المهندس عادل راح كل صينيه البطاطس مع احمد فتحي في شيفيلد يونايتد وجابه جه. واحد كل بسبوسه هنا والتاني كل صينيه بطاطس.
وجابوا هو اللي علمني هو اللي وده اللي حصل. فبقول لكم ال 27 او 19 لاعب، خليكم حافظين الثلاث ارقام في المعادله. الزمالك خد 19، الاهلي خد 17، الاسماعيلي خد من الاهلي 27. دول الثلاث ارقام في المعادله المحيره للناس دي. الزمالك خد من الاسماعيلي ابتداء من رضا سيكا 900,000 جنيه زائد عبد الحميد بسيوني وعمرو فهيم، وخد اسلام الشاطر ب 200,000 جنيه وكان الاهلي عارض اكتر، وخد هاني سعيد بمليون دولار، وخد عصام الحضري ب 2.5 مليون زائد 200,000 غرامه لصالح الاهلي زائد التنازل عن مستحقات 750,000 جنيه، وخد احمد علي ب 700,000 جنيه، وخد صالح مرسي بمليون جنيه، وخد شوقي السعيد صفقه انتقال حر، وخد محمد عواد بمقابل مالي زادت عدد من اللاعبين، خد كريم بامبو صفقه انتقال حر، خد بهاء مجدي بمقابل مالي زي ما خد ابراهيم حسن، وخد عمر جمال من اهلي طرابلس، وخد احمد سمير فرج من ليرز البلجيكي، وخد باهر المحمدي كانتقال ناشئ. باهر المحمدي اللي بيتخانق عليه دلوقتي كان عنده خده وسابه، وخد محمد يونس من المصريه للاتصالات، وخد محمود عبد العزيز من سموحه، وخد علي جبر، وخد من الاتحاد، وخد احمد حسن من الاهلي، وخد محمد عبد الله انتقال حر هو بعد استغناء الاهلي عنه. باهر خده وعرى وخلصت عرى ومشي. ادي 19 لاعب. الاهلي ياخد 17 من الاسماعيلي، لكن لا، لما الاسماعيلي ياخد 27 من الاهلي يبقى ال 17 اكبر من ال 27. هي اكبر من انه معنى انه نجحوا انه في مناخ الاهلي بالظبط يعرف يستفيد بيهم مع زمايلهم بالظبط ويحقق بطولات بس. والزمالك ياخد 19 يفشلوا ويتسابوا، يعني فيهم ناس نجحت وفيهم ناس لم توفق، لكن اللي يذكر ان الناس نجحت مع الاهلي فبقوا متعبين قوي. ويتقال لك انطره وراس البر والاهلي عمل كوبري وعمل كوبري، ويرجع الكابتن احمد شوبير يسال الكابتن عماد النحاس طب هو احنا ايه حكايه الكوبري ده؟ ازاي الاهلي عمل النصر السعودي كوبري عشان يمرر عليه عماد النحاس والمهندس عادل مهندس الكباري يجيبه للنادي الاهلي؟ نشوف شهاده عماد النحاس. قصه انتقالك للنصر السعودي ثم الاهلي كان متفق عليها؟ والله ابدا خلص. انا اتكلم معايا الاهلي واتكلم معايا الزمالك، كنت انا احترمت عادي مع النادي الاسماعيلي، وده شيء انا الحمد لله لما اقعد لغايه دلوقتي اتباهى بيه، دي حاجه تخصني انا بتاعتي انا. انا ما مضيتش على ورقه بعد اخر يوم في عادي مع النادي الاسماعيلي، وليا حوار مع المهندس عادل القيع، والحمد لله المهندس عادل القيع حي يرزق اساله ربنا يديله الصحه. لما رحت عنده البيت في اول لقاء وكان الموضوع بالنسبه لي والحوار كان مع كابتن محمود خطيب، ان الموضوع كان شبه محسوب. كابتن محمود الخطيب لا في كان بالتليفون وبعتني المهندس عادل في البيت فانا رحت ان الموضوع خلصان، يعني اتفقت على كل حاجه. ده في الفتره اللي انا خلصت الاعاره خلصت عادك مع الاسماعيلي خلصت عادك مع الاسماعيلي وانا خلاص قاعد مع يعني انا وصلت في وقت انا مش عارف اروح فين، عندي عرض زمالك زمالك وعندي عرض خليجي. انا اول حد اتكلم معاه كان الكابتن فتحي مبروك كابتن ضياء السيد كويس، سالت بس قلت لهم احب كويس. لما وصلنا مع كابتن خطيب وانا فاكر مكالمتي ليه وانا طالع النصر السعودي قلت له يا كابتن انا خلاص انا بدل اديت كلمه خلاص الموضوع انتهى بالنسبه لي الموضوع انتهى فانا مع النادي الاسماعيلي في الوقت الحالي مش هفتح اي مواضيع غير لحد ما اخلص عادي. طلعت وانا طالع السعوديه بامانه انا كلمت كابتن خطيب قلت له انا النادي النهارده خد قرار ان انا خلاص الست شهور الباقيين انا طالع للنصر السعودي كلام كان سهل وبسيط، لو انت عجبك الحال في الخليج وهتعمل اسم كويس وفلوس كويسه كمل والله لو رجعت النادي الاهلي بيتح وتشرف كويس. رجعت ما عنديش اي اتصال باي حد ولا اهلي ولا زمالك ولا كان كل الفكره ان وكلاء فتره بيكلم. السعوديه بيكلمني كان جايب لي عرض من السعوديه وكان جايب لي عرض من قطر. اتكلمت مع الكابتن ماهر همام. انت اللي كلمت؟ انا اللي كلمت فقلت له يا كابتن انا ما عنديش اي اتصال وانا موجود فلو النادي الاهلي لسه عنده رغبه يكلموني في عماد خلاص. قعدت مع الباشمهندس عدلي ومضيت في الـ في الـ في النادي الاهلي، وبعدين بينا الله يرحمه بقى الكابتن ثابت ومقابله ممتازه جدا. ادي الانطاره وادي الكوبري وقال لك اسال المهندس عدلي. هو بص اصل الكابتن عماد ده يعني ارجو تتاح لنا فرصه مره لكشف تفاصيلاتها اسرار يعني علاقتنا بالكابتن عماد، لانه منذ كان ناشئا في المغاغه هناك اكثر من مرحله اقترب عماد الكابتن عماد النحاس من النادي الاهلي، ولكن القصه اللي بيحكيها بقى انه هو فعلا راح النصر وكان خلاص اخر 6 أشهر له وهيبقى فري لا انطره ولا لينا دعوه بمشوار مروحه للنصر، هو كده كده
عقده كان هيخلص بعد 16. فالاسماعيلي باعوا لنادي النصر لان جالهم عرض كويس. وهو قال انا حتى هو له تعليق لازم نتوقف امامه. انا خلاص خلصت ومش عارف اروح فين. فاهم ازاي؟ يعني لسه ما حسمش امره. فهو بيقول ايه؟ ساله كابتن عدلي بما انه بيقول له سأل كابتن حصل ليه؟ لان انا بالنسبه لي في لجنه الكوره ودايما الحته دي لازم الناس تفهمها. انا مش انا الراجل اللي بيتصرف من دماغه. النادي الاهلي ما فيهوش الكلام ده. احنا محكومين باتفاقات وحدود. فانت بتيجي بقى خلاص اتفقنا على اللاعب ده لو جات لنا فرصه نجيبه. ايه الاطار الفريم ايه؟ بحد لا يتجاوز كذا. ايوه. عندما يصل الامر الى تجاوز هذا السقف لازم في مرجعيات اخرى. فالكابتن عماد لما كلم بعد ما خلص بقى وعايز يجي النادي الاهلي فالظاهر انه كلم الكابتن الخطيب واتفق على زياده السقف اللي انا كنت متكلم معاه فيه. فهو جه عندي فعلا قال لي انا اتفقت مع كابتن على كذا. قلت له اتفقت مع كابتن على كذا؟ طب لو سمحت هساله بالتليفون. الكابتن عماد لانه راجل معتد جدا بكلمته قال لي طب اساله. سالت الكابتن الخطيب قال لي فعلا خلص. قلت له خلص؟ قال لي لا بكره. فقلت له ليه؟ قال لي عشان تعرف ان انا راجل صاحب كلمه. انا هجي لك بكره امضي. انا يعني هو عايز اقول لك ايه؟ انت بتراجع ورايا. بس هو ما يعرفش ان ده نظامنا. ان انا عندي سقف ولازم اراجع مش وراه. لما تحصل اراجع الرقم اللي عندي. ايوه. لان انا ما اتبلغتش بارقام غيره. بالظبط. فهو هذا الرجل مستقيم جدا وده حصل بالفعل. ولو تفاصيل. ورجع تاني يوم مضى. ادي الانطره شرق وغرب وادي الكباري وادي الكلام اللي بتضحكوا بيه على الناس. ارجو الناس تبقى فاهمه القصه. زي بالظبط الحدوته التاريخيه اللي حريصين دايما وابدا للايقاع بين الاهلي والاسماعيلي. الحق. ده رفضوا الاهلي رفض استقبال الاسماعيلي ساعه التهجير انه يتدرب. ليه؟ الموضوع قتل بحثا. والنجوم الاسماعيلاويه اللي عاصروا الفتره دي اتكلموا فيها كتير لدرجه انه الزميل هاني حتحوت استضاف الكابتن سيد عبد الرازق بازوكا اللي كان احد نجوم هذا الجيل وبيساله بيقول له بس يمكن ده ما حصلش معاك انت ده اقسم له يمكن حصل مع ناس ثانيه وكانه مثلا على بوابه الاهلي دخلوا السيد بازوكا يتمرن والباقي لا نشوف الكابتن سيد بازوكا وقتها كان الاهلي رفض ان يستضيفكم لا 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 لا, لا. ايه اللي حصل؟ دي اشاعة ولا اشاعة بس عن الكابتن سيد انت بالذات اللي ما حصلش الموقف ده معاك انت بالذات اللي ما حصلش الموقف ده معاك يعني يمكن معاك انت بس ما حصلش الموقف ده اشاعة معاك انت بس ما حصلش الموقف ده بس ممكن يكون حصل مع غيره فضل السؤال بيطارد سيد بازوكا في كل استوديو يروحه استضافه اسلام صادق تقريبا بازوكا كان هيطلع من هدومه بص يا كابتن اسلام انا سألوني في كذا قناة هل الاهلي رفض يستضيف نادي الاسماعيلي؟ رفعت ايدي قلت والله العظيم والله العظيم والله العظيم نادي الاهلي ما رفض استضافه الاسماعيلي. في ايه تاني؟ شوف انا عايز اقول لك حاجه ودي يعني تفسر لك او تبين لك الفرق بين الاجيال. كابتن علي ابو جريشه سئل في الكلام ده واكتر منه. الكابتن سيد بازوكا سئل هذا السؤال الكابتن العربي سئل هذا السؤال كلهم قالوا بالعكس احنا كنا نتعالج في النادي الاهلي نتمرن في النادي الاهلي واقسامه ده الفرق جيل كان بيقول يعني عنده الشعور بالقيمه انه يقول الحقيقه شوف دلوقتي الناس التي تتاجر بالاثاره شوف الفرق بين الجيلين ده اللي عندي اقوله طيب على ذكر الاجيال ما هو في اجيال بعد كده الحقيقه عندها قدر من الاحترام للحقيقه حتى انها تذكرها كابتن محسن عبد المسيح لما سئل وواحد من نجوم الاسماعيلي في الثمانينات ومطلع التسعينات لما سئل عن علاقه الاهلي بالاسماعيلي والاهلي عامل ايه مع الاسماعيلي بعيدا عن كل الرجل والناس اللي بتحاول تنفخ في النار نشوف الكابتن محسن عبد المسيح لا انا بتكلم حضرتك بقى بشكل عام في الجيل الثمانينات لا يعني. طبعا حازم اثر طبعا فينا جامد جدا احنا لولا النادي الاهلي ما كناش نقدر ننزل بسرعه النادي الاهلي وقف وقفه فعلا جميله جالنا بعد اسبوع او خمس ايام انا مش فاكر بالظبط وانا فاكر نزل في فندق نيفرتاري على حسابه
والاقامه كانت على حسابه وعشان خاطر ماتش تأبين حازم. الاهلي كان حابب يقول ليه دور مشرف ليه جدا. دور مشرف طبعا نزلنا الملعب يا شريف. شريف انت مش متخيل انا قعدت لفتره طويله بتعب لما بعدي من جنب الحادثه سنين قعدت سنين بتعب فانت بتتكلم على ان انت تنزل الملعب من غير حازم ازاي؟ الموقف واضح للكابتن محسن عبد المسيح وازاي الاهلي وقف جنب الاسماعيلي في مأساة رحيل الكابتن حازم. يا حبيبي المواقف كتيرة جدا والله المواقف كتيرة جدا. وهو لما الكابتن لما يعني ربنا يديله الصحة اسماعيل بيع عثمان اهدى كاس مصر الكابتن الاهلي بياخده من الاهلي في القاهرة ليه؟ لان كده الاسماعيلي ينسحب قبليها بليله لانه عايز يلعب بليله واتحاد الكره واحد والكابتن صالح الساعه 5 راح سال هولمان تلعب 5 ووافق له صحيح. فالنادي الاهلي يتعاون دائما ولكن لا احد يذكر الخير غير الناس اللي هي حاسه بنفسها عندها هذا القدر زي بالظبط يمكن الناس بتنفخ في حاجه يقال ان هي عايزين انها تكون حصلت في ايام التهجير وايام العدوان الثلاثي. طب فما بالك ببطوله خلصانه السنه اللي فاتت. الأهلي مخلص الدوري السنة اللي فاتت برمونتادا تاريخية أعتقد تدرس لكل الأندية. فرق الأهلي عوض كل الفوارق وسبق الزمالك وخد الدوري. يطلعوا الزملاء في قناة الزمالك بطولة الدوري السنة اللي فاتت التحكيم أهداها للأهلي. وكأننا هنا ما عملناش مراجعة للموسم كله وقلنا التحكيم إزاي السنة اللي فاتت كان عامل إزاي. لو عايزين نفتكر قبل ما ننسى الموسم اللي فات اللي المنقضي كان التحكيم عامل في ايه بالمناسبه بالورقه والقلم واللقطه والفيديو 5 مباريات التحكيم ساند الزمالك فيها مش باعترافنا باعتراف خبراء التحكيم 5 مباريات نتائجها تتغير تماما لو التحكيم مشي صح. اللي بيتكلموا دلوقتي بالتشكيك على الاهلي واللي بيتكلم يقول لك 30% من بطولات الاهلي بالتحكيم ما اعرفش جابها منين مع ان احنا لما فتحنا الحسابات طلعت الناس ممكن تبقى مديونه بجد في سجل البطولات تطلع مديونه. لكن خلينا في الموسم اللي فات. الموسم اللي فات يا باشمهندس كابتن احمد الشناوي بعد مباراه سموحه والزمالك سموحه له او هدف الزمالك بيحسبه على سموحه ضربه جزاء غير صحيحه والكلام مش من عندنا من عند الكابتن احمد الشناوي. هنا لاعب الزمالك هتبص تلاقيه يا دوبك بيفتح رجله للاخر عايز يلعب الكوره اهو بصوا اهو انا عامل ايه بص عايز يلعب الكوره بس رجله الثانيه في الاخر ايه ورا يعني هو بيفتح عايز يزق الكوره فقط ما عندوش حاجه تاني وبعد كده من الدفعه دي كلها بتيجي بيروح يلتحم شيء طبيعي مع لاعب سموحه وبالتالي هنا المخالفه في ان يكون هناك اعاقه او عرقله من لاعب سموحه مش موجوده ودي التحامات طبيعيه جدا داخل منطقه الجزاء لا يعاقب عليها القانون وبالتالي ركله الجزاء مش موجوده والقرار غير صحيح. ده راي الكابتن الشناوي في الزمالك وسموحه يا كابتن ايمن عبد العزيز وده راجل مدرب في الفرقه يعني المفترض رايه بناء على وقائع مش راي اعلامي. السنه اللي فاتت لولا ان التحكيم جامل الاهلي ما كانش الاهلي خد الدوري ده كلام ايمن عبد العزيز. طب بدانا لك بالكابتن احمد الشناوي في مباراه لسموحه ازاي انت كسبتها. طب الكابتن جمال الغندور بعد مباراه الزمالك والمقصه هدف للزمالك في المقصه اوفسايد واضح وصريح والراي للكابتن جمال الغندور. في واحد موجود اللي ورا الجول ده حاطط ايده على ظهر الجول في تاثير ولا مفيش تاثير على حارس المرمى؟ اثر على حارس المرمى ولا ما اثرش على حارس المرمى؟ لكن يجب ان يعاقب. ليه؟ يعاقب بالتداخل مع المنافس اهو ده يعني. طب هيعمل ايه حارس المرمى؟ ما هو الراجل مش مديله فرصه حتى ان هو يتحرك ازاي ما يتحاسبش؟ اذا ده هدف من تسلل. مش بس التسلل ده فاول واضح على حارس المرمى ده في اعاقه ان حارس المرمى ما بيوصلش للكوره يعني حاجه واضحه وضوح الشمس يا بتوع 30%. طيب ضربة جزاء للزمالك قدام الاتحاد غير صحيحة بالمرة برضو نفكركم بيها. ركلة جزاء احتسبت لصالح الزمالك. طيب فين الخطأ؟ أنا مش شايف من هنا. ورينا كل الإعداد. إيه يعني حتى لو اللاعب
يعني ايه اللي حصل فيه؟ الدفع هيرجعه لورا مش هينزله لقدام. اللاعب احتكاك، حصل احتكاك، الاحتكاك ده يرقى الى المخالفه؟ لا ما فيش مخالفه. خد من ده كتير، دي مسائل واضحه جدا، وخبراء كل واحد في الناس دي كان رئيس لجنه حكام. واخد بالك؟ يعني طيب الزمالك وانبي، ضربه جزاء لانبي شرعيه ضد جنش لكن ايضا ما بتتحسبش. في الحاله هنا لما نشوفه في الاعاده هنلاقي ان جنش ارتكب مخالفه ضد مهاجم انبي، هتبص للمهاجم بياخد الكره وجنش بعد كده بيخبط رجله او بيركلها، فبالتالي بيقع لاعب انبي ودي ركله جزاء. لم ساعات بتبقى فيه العاب صعبه وبنقدر هذا الامر، لكن هو طبقا في تسلل، علينا ان نحترم القانون ونحترم المقدره. العامل البشري هنا صعب، مش قادر يجيب الخط ويعمل اللي احنا هنشوفه دلوقتي. مش بقول لكم لو هتشتغلوا معانا الشغلانه دي على الاهلي الناس هتطلع مديونه بجد، مش بطولات الاهلي اللي تشكك فيها، لانه الوثائق موجوده والموسم السنه اللي فاتت بس. الزمالك السنه اللي فاتت بيلعب ضد المقاولين، ضربه جزاء للزمالك مش صحيحه بالمره في مقابل واحده للمقاولين ما بتتحسبش عشان يفوز الزمالك 2-1 ومفكركم بالضربه الوهميه. كره جت في ايده دي كره فجائيه ما يلحقش يشيلها لسبب بسيط هو مش متوقع. علاوه بقى علاوه الكره جايه، الكره جايه في اتجاه ايده. خلي بالك من الكلمه انا بقولها يا كابتن سيد، الكره جايه في اتجاه ايده، في فرق ايديا انا تروح للكره يبقى ده كده تعمد. لو الكره جت في ايديا ومسافه قليله ما فيهاش اي نوع من انواع التعمد ولا تسمح لي ولا تسعفني اني اقدر اشيل ايديا. فانا وجهه نظري انا طبعا اللعبه دي بلاي اوف. يا سيدي الفاضل اللي يحسب اللي هناك الاولاني ركله جزاء لازم يحسب دي ركله جزاء بالتاكيد، لان الحقيقه اللعبه دي اوضح واكثر كل المعطيات اللي فيها انها المسافه ورؤيه الكوره من اللاعب وقدره اللاعب على ان هو يبعد ايده ولا لا. اذا كانت الاولانيه ركله جزاء فدي لازم تكون ركله جزاء ونقطه. يا سيدي اللي يحسب دي ضربه جزاء، اصل دي مباراه واحده. ايوه يعني صاحب المعيار غير تقييمه للمواقف. هنا حسب ضربه جزاء مش واضحه، وهنا يعني تجاهل ضربه الجزاء اكثر وضوحا، بس هنا ضربه الجزاء كانت على الزمالك فما اتحسبتش، ضربه الجزاء كانت للزمالك فاتحسبت، وكلها ضربات تؤثر في نتيجه المباراه بشكل مباشر. السنه اللي فاتت الزمالك بيلعب مع الداخليه والنتيجه 1-1، اخر دقيقه في المباراه محمود علاء ضد محمد صبحي حارس الداخليه يجيب جون فاول شرعا لكن يتحسب. نفتكر رجله اليمين في وش صبحي، اليمين في وش صبحي، اليمين يا كابتن اليمين في وش صبحي، اليمين في وش صبحي دفعها هي. اللعبه دي بالشكل ده هناك مخالفه من محمود علاء عند التحامه على لعب الكره مع الحارس بغض النظر ان الحارس بيلعب بايده. طيب بالشكل ده الناس تطلع مديونه بجد، تطلع مديونه بالوثائق. هو انت لو حسبناها بالبناط هنا نتكلم على ترتيب الجدول بقى لو كانت الحاجات نرجع نرتب لو عايزين هل كنا نلعب كونفدراليه ولا كنا نلعب ابطال؟ طيب بلاش. الاهلي بقى في المقابل الاهلي حصل له ايه؟ برضه مش راينا هنقول لكم. انت مش هتحسب بتاعه الداخليه؟ ما هي دي الداخليه اللي انت شفتها. دي الداخليه. ده دلوقتي الاهلي والانتاج الحربي، ضربه الجزاء الفاضحه الواضحه الكاسفه الكاشفه لوليد ازارو اللي ممكن تكون كانت السبب في ان احنا نرجع عن موضوع الحكم الخامس، نشوف راي الكابتن احمد الشناوي فيها. هنا شايف في فرق على اقل متر متر وشويه، يعني تسلل مش صعب، كره طلعت وهو خد الكوره وهو بيلعبها وما فيهاش اي يعني اي نوع او شبهه تسلل. شبهه التسلل مش موجوده على الاطلاق خالص. الخطا مفيش خطا، لو هناك فار بقى لو كان في فار يعني قصدي مفيش خطا، مفيش اي حاجه، مفيش تسلل ولا هدف صحيح وتمام. الهدف صحيح طبعا باينه. طيب التسلل مش موجود، لا وجود للتسلل. نيجي بعد كده للحاله اللي بعد كده لما نشوف اللعبه، هناك شد طبعا، التحام وشد، والحكم هنا طبعا ابراهيم، كل ده لسه ابراهيم نور الدين ما ظهرش على 18. بص الحكم مش على 18، هو الحكم الاضافي يعني لو بصيته هتبص تلاقيه جه في لحظه اتحرك سبق الحدث. بص اهو
هنا هو تقدم وراح. لما نمشي هنمشي دلوقتي كده بص هتلاقيه بيجري بيتحرك وبيسيبهم بيسبقهم اهو. بص على ان الكره هتتلعب. طبعا هناك في شد من لاعب الانتاج لمهاجم النادي الاهلي اللي هو وليد ازارو. بمثل هذه اللعبه فاز الكابتن كرم جابر بذهبيه المصارعه في دوره اسينا اللي ما اتحسبتش ضربه الجزاء دي. اذا وليد ازارو كان قايم بدور كرم جابر. نطلع لفاصل وبعد الفاصل وقائع تانيه كتيره تكسف. اهلا بحضراتكم من جديد. مستمرين معاكم وبعظمه لسانه، وشفنا ازاي الزملاء اللي قالوا انه او كابتن ايمن عبد العزيز قال لك الموسم اللي فات الحكم او التحكيم لعب دور كبير جدا في فوز الاهلي بالدوري. جبنا له باللقطه والسقطه ازاي ست مباريات متصله الزمالك اتجامل فيهم بالتحكيم، منهم خمس مباريات كان ما يكسبهمش ابدا لولا مساعدات التحكيم بشهاده خبراء التحكيم. وشفنا الاهلي ازاي تعرض لما تعرض له من مباريات كتيره جدا حتى مع الحكام الاجانب. جابوا حكم صربي لمباراه الاهلي وبيراميدز، الحكم الصربي كان اسمه دانييلو جروبيتش، تجاهل طرد علي جبر وتجاهل ضربه جزاء صحيحه جدا للاهلي. وده مش راينا، ده برضو راي الكابتن احمد الشناوي. اللعبه دي زي ما انتم شايفين حضراتكم كده اللي هي كان اللاعب ينفرد وعلي جبر بينزل في الارض، لمس اليد علي جبر اهو اهو بالشكل ده اهو خلاص هنا كده. ده مين اللي منع ازارو من تملك الكره؟ قدم علي جبر ولا ايده؟ ايده. اذا ايديه منعت تملك ازارو من انه يلعب الكوره. لمسه يد واضحه لا تحتاج لا لتقدير ولا ما تجيش ده ما تقوليش تعمد، يعني ما فيهاش حاجه لازم تتحسب. ما حسبهاش وكان لازم انذار لعلي جبر وما اداش الكلام ده. نشوف الحاله اللي بعد كده. بص انا جايب لكم اهو، نقف هنا. قدم مين على مين هنا؟ علي جبر على الاحمر. الشرب الابيض على الاحمر ولا لا؟ النهارده القدم ده اللعيب بيتحرك لما ثبت رجله. طبعا كلكم كباتن ولعبت كوره، اللاعب عشان يتحرك اول ما هيعمل جسمه لقدام كده عشان ينقل رجله ورجله متثبته لازم يسقط في الارض. وبالتالي هنا خطا واضح وركله جزاء. للاسف الشديد ان هو لو ما احتسبهاش انا كنت ممكن اقول ماشي ده كلام جميل ما فيهاش مشكله، لكن كونه يعاقبه بانذار انا ليه ركله جزاء تحسبها عليا يعني اندايركت وانذار. الحقيقه يعني انت بتقول الماتش ده لا، في الماتش الثاني بتاع الدوري نفس الشيء كان في ضربات جزاء لحسين الشحات حاجه ولا اوضح ولم تحتسب للاهلي، وكلها ضربات جزاء مؤثره ادت الى هزيمه النادي الاهلي بفارق هدف، يعني كلها حاجات مؤثره جدا. ف كان في الكاس بتاعه الشحات كانت في الكاس في الكاس لكن في الدوري ايضا كان في بتاعه احمد الشيخ بقى بالظبط. طيب نسكت. طلع حد برضه في قناه الزمالك تاكيدا على كلام ايمن عبد العزيز وقال لك لا ده ايمن عبد العزيز الراجل قال 30% من بطولات الاهلي بالتحكيم، لا ده الاهلي النسبه اكتر من كده، ده ايمن عبد العزيز كان مؤدب. ليه يا عم؟ قال لك ده لولا ان الزمالك بيبقى فيه حكام اجانب ما بيكسبش الاهلي، وان ما دام فيه حكام اجانب الزمالك يكسب الاهلي الحمد لله، والاهلي ما بيكسبش الا مع الحكام المصريين. لا الاهلي ما بيكسبش الزمالك الا بالحكام المصريين. طب ايه رايكم بقى؟ اخر 15 سنه اخر 15 سنه طبعا كلها حكام اجانب، المعيار اللي الناس ارتضته، الخواجات من كل دول العالم بمختلف جنسياتهم جم يديروا لقاءات القمه. اخر 15 سنه الاهلي والزمالك في كل البطولات محليه وافريقيه لعبوا كم مره؟ 41 مباراه. 41 مباراه سفارة اجنبيه في لقاءات القمه في اخر 15 سنه. الاهلي اللي ما بيكسبش الا بالحكام المصريين والاجانب اللي دايما وابدا فير قوي عشان كده الزمالك بيكسب. النتيجه ايه في ال 41 مباراه؟ 24 مباراه فوز الاهلي و12 تعادل، يعني 36 مباراه لم يستطع الزمالك. تخيل 41 مباراه الفوز على الاهلي. ها الزمالك
كسب 5، الاهلي كسب 24 اتعادلوا 12. الزمالك اللي بيستفيد من عداله الخواجات عشان الحكام المصريين وحشين ظلمه. الزمالك في ال 41 مباراه كسب الاهلي 5 مباريات منهم 2 بركلات ترجيح. لا وفي واحده من ركلات الترجيح الحكم قال انا اسف، تخيلوا ضربه جزاء في الوقت ماتش السوبر بتاع 2017 بلقب، دي لقب ضاع. نفكركم بالحكم التشيكي اللي بيعتذر انه كان الاهلي له ضربه جزاء تغير مجرى المباراه والبطوله نفسها، والراجل اعترف بلسانه بس واضح انه كان تشيكي اهلاوي. نسمعه. Yeah, I saw in this in on the match also he played the ball and after the pass to the some other players there was the contact but for us wasn't enough. Yeah, it is in this match must be the 100% penalty. بنسبة 100%، بنسبة 100% كانت واضحة تستحق ضربة جزاء بنسبة 100. يا صلاة النبي. بس هو الفرق ايه بقى؟ لو الراجل كان كتب الكلام ده في السكور شيت كان غير النتيجه. يبقى ايه؟ الخمسه اكبر من ال 24. الخمس مباريات اللي منهم 2 بركلات ترجيح وثلاثه متشفيين دول اكبر من ال 24. ما دامنا احنا دخلنا في السكه دي. بس ده الحساب الواقعي الحادث اللي موجود. اذا كان كل ده بعظمه لسانه فهناك كلام كتير جدا بنحطه معاكم في الغربال. الفيفا الاهلي يتفوق على ملوك الكوره. ايه اللي حصل؟ قبل ما ندخل على ملوك الكوره، كان من ضمن اهم الاخبار النهارده سقوط، زي ما قالت جريده الاخبار في صفحه الحوادث، سقوط المتهمين بسرقه فيلا الخطيب. تشكيل عائلي استغل غياب رئيس الاهلي وتسلل عبر السور. طبعا تفاصيل كتيره جدا، لكن يا باشمهندس الامر امام جهات التحقيق. حسب ما قالت صفحات الحوادث النهارده انه مديريه امن الجيزه تلقت اخطارات او القت القبض على 3 متهمين بسرقه فيلا الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي بمدينه 6 اكتوبر، ضبط بحوزاتهم المسروقات و تبين ان هم عمال جنينيه في الكومباوند اللي مقيم فيه الكابتن الخطيب، احيلوا للنيابه للتحقيق، ضبطت بحوزاتهم المسروقات وتفاصيل كتيره اعتقد من المهم جدا تركها لسلطات التحقيق. مؤكد مش هنعلق اكتر من كده لان دي واحده من اغرب حوادث السرقه وهتسفر عن مفاجات كتيره. الى ان تتضح الحقيقه فيها كامله دوافعها واسبابها وظروفها، الامر كله امام جهات التحقيق. لكن النهارده كمان كانت الاخبار الفنيه المهمه جدا للاهلي. الاهلي بيتعاقد مع الخبير التشيكي بروكيتش لتطوير قطاع الناشئين. دي طفره جديده من النادي الاهلي في تطوير كره القدم. مدرب تشيكي اهو مع الكابتن خالد بيبو مدير قطاع الناشئين اللي بيستقبله في النادي علشان يبدا يتعرف على دولاب البطولات، على تراث النادي الاهلي، على مكانه النادي الاهلي. مدرب كبير عنده سي في الحقيقه هايل جدا. وصل للقاهرة فجر امبارح، وقع عقده لمدة 2 في حضور الكابتن خالد بيبو والكابتن أمير توفيق. بروكيتش يحمل رخصة الاتحاد الأوروبي، أعلى الشهادات التدريبية اللي بيمنحها الاتحاد الأوروبي للمدربين. عنده سي في عالي جدا، وعمل جولة تفقدية في مقر النادي في الجزيرة، وتطلع قطاع الناشئين أنه يعمل تجربة كبيرة جدا في الفترة اللي جاية مع هذا الخبير التشيكي الكبير. ايضا من الاخبار اللي كانت مهمه التعليق ده مهم جدا فضل. لانه سبق للاهلي مع كورفر انه عمل تجربه على مستوى الناشئين لحد النهارده بتؤتي ثمار صبح وغيره، وانت نازل بقى من ثمار هذه التجربه الرائعه. ايضا كان جاب تجربه اقل نجاحا بعدين، مش فاكر اسم المدرب قوي، قعد سنه ومشي. نرجو ان الراجل ده بتاريخه بدأ واضح ان هو منتخبات الناشئين بيحقق فيها نجاح كبير جدا، وهذا ما يعني دفع الاهلي للتعاقد معاه وربنا يوفقه. النهارده عرفت ان كابتن اسامه حسني نجم الاشبال بقى اللي متولي رعايه الاشبال عنده كان حوار مهم مع بروكيتش للتفاصيل عن السيره الذاتيه بتاعته وعن مشواره وطموحاته مع الاهلي اللي باذن الله تعالى
تعمل نقلة كبيرة للكرة الأهلوية ومن ثم الكرة المصرية بإذن الله. الخطيب ولجنة التخطيط يجتمعان مع الخبير التشيكي، ده كان برضو في إطار هذا الحرص على تطوير كرة القدم الأهلوية. كرة القدم الأهلوية وصلت لمصاف يخلي كل واحد مصري فخور بالقيمة الدولية والمكانة العالمية اللي وصل لها النادي الأهلي، لأن أنا بقوله لكم ده من الاتحاد الدولي لكرة القدم. إذا كانت البرازيل أو البرازيليين ملوك الكورة، وفلامينجو أحد أهم وأكبر الأندية البرازيلية في التصويت على الفيفا، يفضل المنافسة الشديدة جدا صراع بين الأهلي وفلامينجو في الاستفتاء على أكثر المنصات تأثيرا على السوشيال ميديا، وهنا بتعكس حجم الشعبية وحجم التفاعل وحجم قيمة النادي عند جمهوره. لأنه اللي حصل يا جماعة إن الاتحاد الدولي للفيفا فتح الباب قدام الجماهير للتصويت بين الناديين المتقدمين في أعلى التصنيف، الأهلي وفلامينجو البرازيلي الأكثر جماهيرية بين الناديين. الأهلي على حسابات الفيفا يحوز الرقم الأول في الأعلى جماهيرية، ده كلام الفيفا، ده الكلام اللي يخلي كل واحد مصري وعربي وأفريقي فخور بهذا النادي، فخور بنادي القرن، إن الفيفا يصنفوا أنه أعلى الأندية تأثيرا بين جماهيرها. بداية الاستفتاء 19,464 متابع لحساب الفيفا قاموا بالتصويت على الاستفتاء، حصل فلامينجو 55.8% من الأصوات والأهلي 44 فقط. الجولة الثانية بعد مرور 23 ساعة فتح باب التصويت، كان 191,050 متابع لحساب الفيفا صوتوا لهذا الاستفتاء، حصل النادي الأهلي على 50.4%، فيما حصل فلامينجو على 49.6%. نخرج من الكلام ده بإيه؟ أن الأهلي الآن في دائرة الأحداث على مستوى العالم دائما، وفي أي استفتاء وفي أي مقارنة سواء من حيث الشعبية من حيث النتائج يتصدر النادي الأهلي وينافس مرة ريال مدريد، مرة فلامينجو، مرة الإنتر، أي يعني في أي استفتاء هو هو الاسم الأول الذي يتردد في دوائر الفيفا مع أعتى الأندية على مستوى العالم. أنت تمارس الرياضة أستاذ إبراهيم من أجل الجدارة والاعتراف والمكانة يحققه من النادي الأهلي، مش عايزين جدل في أي حاجة من دي. هي دي القيمة العالمية للنادي الأهلي، هي دي مكانة النادي الأهلي، هو ده حجم شعبية النادي الأهلي اللي لا تقبل للفصال ولا للمناكفة مع أي حد. مش محتاجة تضيع وقت، دي أرقام دولية، دي أرقام دولية مش كلام قاعدين مع بعض. لكن على ذكر الغربال بقى والأخبار المتضاربة، بعض الأخبار شوفوا الرابط بينها إزاي وقيسوا أنتوا. عناد فايلر يهدد مسيرة الأهلي محليا وأفريقيا، إيه الحكاية؟ إنه الراجل أصر على عدم تدعيم الفريق بصفقات قوية في الماركاتو، ورفض أكتر من لاعب عرضوا عليه النادي وقال لك أنا مش عايز حد وما تلزمونيش بأي حد. بس في متن نفس الخبر اكتفى المدرب السويسري بضم صفقة وحيدة حتى الآن هي طاهر محمد طاهر، وحاولت إدارة النادي إقناعه بأكتر من واحد قال لهم أبدا لا يمكن مش هيحصل. فايلر رفض كل هذه الصفقات وأحرج لجنة التخطيط في الأهلي. ممكن؟ طيب في موقع تاني أو نفس الموقع تقريبا بعدها بيومين، بلجيكا كلمة السر في صفقة انتقال مليكة للأهلي، وإنه بعد أن نال اللاعب إعجاب السويسري ريني فايلر المدير الفني اللي منح الإدارة الحمراء الضوء الأخضر هاتولي موليكا، ما كان لسه مبارح رفض كل حد. لكن تلاقي موقع تاني، دي على فكرة نفس الموقع، نفس الموقع عنده أزمة مع اللجنة ورفض كل الضغوط اللي عليه وبيلح عليهم ويقول لهم هاتولي موليكا ده كويس. أنت عارف الخبر اللي وراه على طول؟ انه نال اعجاب فايلر وقال لهم انا عايز موليكا. طيب اللي بعد منه، فايلر يبحث ملف الصفقه الاجنبيه مع الاهلي بعد تعثر مفاوضات سيرينو، وقال لك يتطلع المدير الفني لبحث اللاعب المرشح للفريق في ظل تعثر مفاوضات لضم الاوروغوياني جاستون سيرينو لاعب سان داونز. المدير الفني بيعقد جلسات مع اداره القلعه الحمراء لبحث هذا الملف حيث يرغب في ضم لاعب اجنبي متميز. وبعدين هو عايز ولا مش عايز؟ الاقي موقع تاني، فايلر يستفسر من الأهلي عن مصير صفقات الصيف قبل العودة من سويسرا.
الله، ما هو ما كانش عايز وبيلح عايز، لكن الاقي موقع تاني اربع نجوم افارقه او اربع نجوم يترقبون العوده الى الاهلي، وفايلر يطلب صفقه سوبر لدعم الهجوم، عايز صفقه سوبر لدعم الهجوم وما كانش عايز. الاقي موقع تاني فايلر يطلب الاجتماع بلجنه التخطيط لتاخر الصفقات، يا عم ايه بقى؟ وبعد كده الاقي محدش عايز انجولي، الاهلي يفتح المزاد على بيع جيرالدو، وامبارح جيرالدو يبدا المباراه اساسيا برضه بالملعب. فايلر انفجار في الاهلي، فايلر يطرد صالح بسبب وزنه الزياده ويبلغ الاداره مفيش فايده، لكن الاقي بعد كده صالح جمعه بيجهز مفاجاه لفايلر قبل قمه الاهلي والزمالك. كل ده تطلعوا منه بايه؟ يمين وشمال وكلام ملوش علاقه ببعضه، عن نفس الشخص عن نفس الموضوع داخل نفس النادي والفريق، فايلر والصفقات واللعيبه، وكل يوم كلام عكس التاني. يعني كل يوم كلام عكس التاني. هي المقصود بيها احنا بنعذر الاعلام ساعات يا استاذ ابراهيم، احنا في توقيت لحد بس عجله الدوري ما تدور كده وتبتدي اخبار الكوره تبقى هي اللي بتتصدر المشهد، هتسمع من الكلام ده كتير. طيب هتسمع من الكلام ده كتير، وبنفس الموقع عنده نفس التضارب في نفس التوقيت. ده كان كلام في الغربال، اعتقد ظهر منكم او لكم فيه الغث من السمين، لكن دائما وابدا هناك اسرار الملك احمد حسام ميدو في الاهلي. ده مش كلامي، دي قصة بدأت بحكاية من الطفولة، والمهندس عدلي عنده بعض تفاصيل الصبا. نشوف أحمد حسام ميدو لما كان معاه الكابتن حسام غالي في برنامجه قال إيه. أبويا كان لعيب في نادي الزمالك الله يرحمه، ومشي من نادي الزمالك كان زعلان جدا متأثر جدا، ورغم إن هو زملكاوي كبير جدا لكن كان جواه جرح كبير جدا من نادي الزمالك، لأن هما هو فضل يلعب في النكسة خمس ست سنين والدوري واقف، وبعد كده أول لما الدوري رجع مشوه. كابتن صلاح حسني قعد معاه فقال له أنا شفت ابنك بيلعب، الواد ابنك ده لعيب جامد جدا. قال له أنا هشوف إيه؟ هشوف الفرقة بتاعته في الأهلي هتتمرن إمتى؟ فقال له بيتمرنوا الجمعة قبل الصلاة. أبويا خدني الصبح، وكان مشوار طويل جدا يعني، أبويا كان عنده عربية 32 زرقاء كده. ورحنا مع بعض وأنا صغير، دخلنا النادي الأهلي، وكنت ألعب في الأهلي، كنت عيل صغير عندي سبع سنين. فرحنا فعم جمعة، قابلنا عم جمعة في استاد مختار التتش، وقال له ان النهارده الفرقه دي بتاعت السن ده مع عندهم دوره بره بيلعبوا، انت فاكر التورنمنتس اللي بيلعبوا بره بتاعت مدارس الكوره دي، فمفيش حد النهارده يتمرن. كابتن صلاح حسني يعني غلط في التاريخ يعني، كان يوم جمعه. فابويا واحنا طالعين من الاهلي فقال لي بقول لك ايه، طالما ضربنا المشوار تعال نشوف مين في الزمالك. قصه حقيقيه. فروحت دخلت نادي الزمالك كان مكتوب لي ان انا العب في الزمالك. دخلت يا حسام لعبت بعد خمس دقائق، بعد خمس دقائق ايدوني في فرقه ال 14 سنه. يعني اول لما نزلت لمست الكوره كده ثلاث اربع مرات قال لك وقف تعالى، ومن ساعتها رحت نادي الزمالك وبقيت لعيب في نادي الزمالك. شفت عم جمعه؟ الحمد لله عم جمعه انقذنا. رغم الافيه اللي قاله الكابتن حسام غالي، لكن يبقى حسام الكابتن ميدو احمد حسام واحد من اهم المواهب التي ظهرت في الكره المصريه كمهاجم قوي يمتلك كل المهارات، واقترب من النادي الاهلي استاذ ابراهيم اكثر من مره. يعني الصدفه البحته هي التي حالت دون يعني انه انخرط في صفوف النادي الاهلي. هو جاء الاهلي اولا، وبعدين ما كانش يوميها في تمرين الناشئين. لو كان في تمرين الناشئين لن تخطئوا العين ان بعد خمس دقائق كانوا هيبقى احمد حسام ميدو. طيب فيه، ولكن بعد كده بقى اقترب اكثر من مره. ايوه هو ده بقى، وهو تحت 18 سنه. ايوه يا زلي بقى نقول شويه كلام يعني لا يعيب اي لاعب محترف انه يكون محل اهتمام انديه كبيره زي النادي الاهلي. هو الكابتن جمال حمزه في هذه السن اقترب كثيرا من النادي الاهلي، واجتمعنا وكان اعتقد في احد الفنادق الكبرى. انت بتبص هنا فندق من دول يعني احد الفنادق الكبرى. ولكن حصل حاجتين، حاجه تخص الكابتن ميدو وحاجه تخص الكابتن جمال. اللي يخص الكابتن ميدو
ميدو وجمال الاثنين. الاثنين كان في كلام وهم 18 سنه. 18 كانوا مش متعاقدين وهيسافروا يلعبوا بره. وقالوا لو الاهلي عايزنا احنا ممكن نشوف الاهلي عايز، يعني بيتفاهموا. طب هو الاهلي عايزنا ازاي والدفاع يكون ايه ونرجع ولا ما نرجعش والكلام ده. تمام. طب الكابتن احمد حسام وهو خلاص هيروح بره، الكابتن الجوهري ضمه للمنتخب. فبدات مسيره مختلفه، غير الاتجاه، انفجرت موهبته بشكل لافت جدا. وتسارعت خطواته الاحترافيه، راح واحد من اهم انديه هولندا اللي كانت مصنع الابطال، اتمرن مع كومان، واحد من اهم المدربين على مستوى العالم. تفاجئ، وبعدين راح بقى مارسي، وراح لعب جنب ابراموفيتش ودروجبا، وهو على فكره شخصيته تقترب من شخصيه ابراموفيتش شويه. انه الموهبه التي يصعب السيطره عليها. لذلك في اخر مره وهو بقى في لندن كان هناك كلام انه طب هيرجع بعد كده على النادي الاهلي، حصل كلام بيني وبينه يعني. تالت. يعني احمد حسام ميدو كده يقترب الاهلي ثلاث مرات، وكان يعني طواق يخوض التجربه. ولكن هي كلمك هو في لندن في الاخر خالص بقى، وهو يعني يبدو انه كان قرر يرجع مصر. حصل الحوار بيننا. وهو رحب وكان مهتم انه يجي النادي الاهلي. ولكن كان في وجهه نظر ثانيه خالص. يا جماعه الشخصيه دي بالامكانيات العاليه دي، بالانديه الكبيره قوي قوي اللي راحها دي، بالفلوس الكتيره قوي قوي اللي خدها دي، كيف يمكن ادارته ضمن فريق النادي الاهلي اللي كان لسه التجارب الاحترافيه ما فيش الارقام بتاعه اليومين دول. تعثرت الامور ورجع على الزمالك. تعثرت الامور ورجع على الزمالك، لكن هو موهبه. اعتقد ان كابتن احمد حسام لو ادار نفسه كما ينبغي، هو نفسه معترف، كان بقى واحد من اهم اللعيبه على مستوى العالم، مش عايز مناقشه، يملك القوه، يملك المهاره، يملك لكن كان جواه جانب متمرد حتى وهو في منتخب مصر. دي يمكن تكون حجزته شويه. هو كمدرب النهارده اعتقد عنده فرص كبيره للنجاح. لا اعتقد انه شايف ان اللي معاه احمد حسام ميدو كان هيقول له ايه. نتمنى لكل نجومنا الموهوبين كمان كل التوفيق في كل مجالاتهم. اذا كنا دلوقتي بنستأنف بطوله الدوري والاهلي بيتصدر بطوله الدوري ووصل امبارح للنقطه 52، فمن 40 سنه من دلوقتي مجله الاهلي احتفلت ببطوله الدوري. نشوف مجلتنا. من 40 سنه كيف احتفت مجله الاهلي بابطال الدوري، وكيف احتفل المهندس عدلي وقتها. كيف احتفلت المجلة بالدوري من 40 سنة؟ احتفلت مجلتنا في العدد الصادر يوم الأحد 22 من شهر يونيو عام 1980 بتتويج النادي الأهلي ببطولته الملاكي الدوري الممتاز للمرة 17 في تاريخه. العدد صدر بعد يومين فقط من انتصار النادي الأهلي على الزمالك بنتيجة 2-1، وحملت ترويسة العدد أسماء كل من الأساتذة جلال الدين الحمامصي رئيساً لمجلس الإدارة، ونجيب المستكاوي رئيساً للتحرير، وكمال حافظ عضواً منتدباً، ويوسف صباغ مديراً للتحرير، والمهندس عدلي القيعي عضواً لمجلس التحرير، وأخيراً المستشار الاقتصادي سيد مرسي. كان ثمن العدد وقتها 10 قروش فقط، وجاء عنوان الغلاف الحمد لله البطولة 17 للأهلي والهزيمة 17 للزمالك. جاء عنوان عمود للأهلي كلمة مبروك للأهلي وهارد لك للزمالك، حيث أكد الكاتب أنه لا يسع للمنصف إلا أن يقول للأهلي مبروك بطولة الدوري، حيث عمل من أجلها طويلا وسعى لها حثيثا وتعب في سبيلها كثيرا. وأضاف لقد تغلبت على ظروف صعبة منها إصابة نجومك الكبار، لكن ثراؤك في أشبالك. المسابقة شهدت مشاركة 16 فريقا بزيادة 4 أندية عن الموسم الماضي، واستهل الأهلي مشواره بالتعادل مع المنصورة سلبيا في المباراة التي جمعت بينهما في 12 من أكتوبر عام 1979.
بعدها حقق الأهلي انتصارا كبيرا على إسكو بنتيجة 5-1 في الأسبوع الثاني. وفي الأسبوع الثالث حقق الأهلي الفوز على مصنع 36 بنتيجة 2-1. أهداف المارد الأحمر حملت توقيع كل من محمود الخطيب وأحمد عبد الباقي في الدقيقتين 84 و90 بعد أن كان الفريق متأخرا بهدف. وفي مباراة القمة أمام الزمالك تعادل الفريقان في الدور الأول بدون أهداف، بينما حقق الأهلي الفوز في مباراة الدور الثاني بنتيجة 2-1، وسجل للمارد الأحمر كل من جمال عبد الحميد ومصطفى عبده. واختتم الأهلي مشواره في المسابقة يوم 27 يونيو عام 1980 بالفوز على الكروم بثنائية نظيفة سجلها جمال عبد الحميد ومحمد عباس. ولعب الأهلي في هذا الموسم 30 مباراة، حقق الفوز في 23 وتعادل 4 مرات وخسر 3 مباريات. سجل لاعبوه 51 هدفا، واستقبلت شباكهم 16 هدفا، وجمع 50 نقطة. وتصدر محمود الخطيب قائمة هدافي النادي الأهلي هذا الموسم برصيد 11 هدفا. وجاء الزمالك في المركز الثاني برصيد 46 نقطة من 30 مباراة، حقق الفوز في 19 منها، وتعادل في 8 مباريات وخسر 3 مباريات. سجل لاعبوه 44 هدفا، واستقبلت شباكهم 12 هدفا، وهبط في نهاية الموسم 4 أندية، وهي طنطا، منتخب السويس، ألعاب دمنهور، ومصنع 36. والله يا استاذ ابراهيم مهم جدا ان احنا نستعيد الذكريات الجميله دي. طبعا، لان الحقيقه هتكتشف باستمرار ان النادي الاهلي ما فيش اي حقبه زمنيه ما كانش حتى في السنين اللي المجله مواكبه للاحداث، هي مرايه للاحداث ورصد للاحداث. فقره جميله جدا. كان الاستاذ نجيب المسكاوي رئيس تحرير، والاستاذ جلال الدين حمامسه عليهم رحمه الله رئيس مجلس الاداره. طبعا كان وقتها لسه ما تمش اصطلاح انه رئيس النادي هو رئيس مجلس الاداره. لا، هو اصل الاستاذ جلال الحمامسي هو شريك في نشأة المجله، وكان المفروض انه هيجي رئيس تحرير. هو قال لا، انا ما اجيش رئيس تحرير. فجه الاستاذ عبد الرحمن فهمي رئيس تحرير. انما بعد كده ده المره الثانيه الاستاذ نجيب المسكاوي هو رئيس التحرير، هو استمر بقى جلال الحمامسي رئيس مجلس مدير التحرير، وحضرتك عضو مجلس التحرير. يا بيه، وكمال بيحافظ العضو المنتدب. أنا في الفترة الأولانية خالص كنت مدير التحرير. المجلة واكبت كل الاحتفالات، وكان دايما وأبدا هي الصوت الناطق أو الصوت الإعلامي الناطق للنادي الأهلي ابتداء من مارس 74، وهي الشريك الإعلامي الدائم في هذه البطولات. طبعا خلاص، أنت ليك حاجة بترصد. أنت تعرف تاريخ النادي الأهلي من السبعينات، من 74 تحديدا لحد اليوم. لما تفر أوراق مجلة الأهلي. ده كانت يمكن إطلالة على الماضي وزيارة للتاريخ في كيف احتفلت مجلتنا بتتويج الأهلي بطلا للدوري في هذا الموسم من 40 سنة، ولسه بتكلمونا على البطولات. دمتم للأهلي دائما، ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير. نلتقي في 8 مساء الخميس القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير. كلام بجد شد وجذب، خد وهات وهات وخد، بص شوت عدي فوت، لا ملعون.